السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة كيف داير لاباس عليكم؟ بخير الحمد لله وتشكروه. حاولت باش واحد المقالة اللي كنت قريتها مؤخرا للمفكر نعوم تشومسكي، هو أستاذ اللغويات في إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، وقريته وعجبتني وحاولت باش نتقاسم مع الإخوة إن شاء الله في واحد في القناة ديال اليوتيوب، ويمكن نديرو التحميل ديالها تاع وسائل الاتصالات الأخرى إن شاء الله المتاحة، باش نحيدوا من واحد النمطيه ديال واحد التقوقع اللي وقعنا فيه، ان اي معلومه تجينا في التلفازه ولا تجينا من وسائل التواصل الاعلامي رغم انه تكون عندها خلفيات اللي تستهدفنا تنستوعبوها وتنشدوها وتنصحبوا انها حقيقه. مهم مني قريت هاد المقال ديال هاد المفكر هذا، بزاف ديال الحوايج نحاولوا غادي ان شاء الله مني نحلوا هاد المقال، غادي نحاولوا اي معلومه جاتنا نحاولوا ان شاء الله نحطوها في الخانه ونعرفوها شنو هو الهدف ديالو. هذا ان يدل تدل انه المعلومات راه يمكن تكون صحيحه ويمكن مكذوبه، على حساب دابا النوايا ديال اللي تي 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 يدير البث ديال المعلومات. دابا اي دوله تيكون عندها تحاول دائما تحشد الراي العام حول تعبئه طارئه لتخدم من في السلطه والسيستم واتباعه في اي مكان، والا جاءوا الى بعض الادوات مثل استبطان الغباء والشعور بالذنب وتانيب الضمير واساليب اخرى تعزز تشتت الفكر وتصنع المشاكل ثم تعرض الحل لها من بعيد بالطبع عن المصلحه العامه. كما قلنا دابا هاد تيلجؤون لهاد بعض الادوات مثل استبطان الغباء تبين الانسان بحال غبي انه ما تيفهمش، الشعور بالذنب انه تي قلل من 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 الذات ديالو، وتأنيب الضمير وأساليب أخرى تعزز تشتت الفكر، أن الفكر ديال الإنسان تيتشتت وتصنعوا المشاكل وتيديروا الحلول ديالها باش يبينوا أنهم راهم ما تيخدموا تيديروا شي حوايج، وهذا ها ماشي تيديروه باش يخدموا المصلحة العامة، تيديروها باش يشتتوا تاني الفكر، ودابا تيخدموا على هاد الطريقة ديالها. كما بين الكاتب هنا، ها وهذه الأساليب الأدوات تطبق على جميع الشعوب خلال العقود التي اختلفت فيها وسائل البروباغندا، وإن عدت في الأونة الأخيرة أكثر تدرج والتصاق بالمجتمعات، وذلك بالتصاق وسائل الاتصال الاجتماعي، أنه مهم الوسائل كانت من كانت التلفاز التقليدية والجريدة التقليدية ديال الوراق والراديو، وراها بقى لحد الآن، ولكن في التسارع ديال التكنولوجيا وهاد المستويات اللي وصلت ليه البشريه، انه الانسان ولا عنده هاتف عنده الطابليت عنده البي سي، ان هاد الوسائل تاعي فيهم تيجيو هاد تجيهم خدامين فيهم تاعي سميتو عليه الاعلام بصفه عامه، وتحاول دائما يستقطب الضحايا ديالو بوسائل ديال الخداع اللي تيمارسها. وذلك بمهم تخترعوا الاخبار الملفقه وتبتوها باش 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 يشتتوا الفكر ديال الناس، وهذه الامور قلنا تتجرى في الدول المتقدمه والفقيره، لكن التفاوت ديالها يختلف من دوله لدوله نظرا لظروفها ظروف الشعوب الثقافيه والدينيه والاقتصاديه، تتغير من ظرف لظرف الجغرافيه تاعها. وفي الاونه الاخيره تم دخول مقربين من الحكومات على خط الاستثمار في الاعلام للحشد للدعم للصوت الرسمي، وحتى الناس المقربين من الحكومات تم التدخل بهم ولو قراب من الصحافه من وسائل الاعلام التلفازات من وسائل ديال البث باش يقولوا هما الكلمه ديالهم الاولى، يحاولوا يسمعوا الناس ديال المستقبلين، بحيث يتداخل السياسي بالمهني والحزبي وعالم رجال المال والاعمال والسينما والرياضه، هذا كله تيتداخل على حساب باش مابقاش هذاك المصدر ديال الاعلام مستقل، دابا تيتدخلوا هما تيوليو تيلعبوا في هذه الخلفيه هذه، كل واحد تيخدم الاجندات ديالو. وهذه الاستراتيجيات اللي غادي نطرقوا نقولها دابا مختصرا، بعد ان شاء الله كنديروا واحد مقطع اخر ديال الفيلم باش نبينوا فيه كل وحده على الحيط ديالو، ممكن التفسير ديالو ان شاء الله.
الاستراتيجية الأولى تشتيت الذهن والإرهاق والحيرة وإلهاء الناس. الاستراتيجية الثانية هي التدرج، تدرج في القوانين، تيبغي يدير شي قانون تيدرجو من الصغير، واحد واحد صغير تيبغي تما غادي يدرجو فيه تيوصلو أنه تي إزرا ضغط على الشعوب ولا في الضرائب، تينهبو الضرائب بالشعوب، تتبدا شوية شوية تكثر الضرائب. استراتيجية المماطل والتأجيل هي أنه الحوايج اللي تكون ملحة دي تبقاو يتماطلو فيهم يأجلهم رغم أنهم يمكن يديرهم بواحد السرعة فائقة. والتعامل مع الشعب كأنه طفل غير ناضج، لأن التعامل مع الناس اللي تكون كاع مفكرين وعندهم واحد الطاقات فكرية اللي سميتو عليه ولا علمية، اللي يمكن أنه هم يكون عندهم متاح ليهم من المنبر، يجيبوا لك الناس اللي تيهضروا في التفاهة وتيهضروا ما عندهمش الوزن، وما تيهضروا في المسائل على جميع مصراعيها. والاستراتيجية الأخرى هي اللعب على العواطف أكثر من الفكر، تلعب مثلا دايما على العواطف ديال الناس ماشي على الفكر، ويحاول دايما يخاطبوا الغرائز الحسية والغرائز المهم ديال الإنسان، بالطبع ديال الإنسان تنساق وراء الغرائز. وإبقاء المجتمع مغيب وترسيخ الانطباع لديه بأن قدراته محدودة، ديما تبقى يبين لأي مجتمع هاد الوسائل، هاد وسائل الإعلام هذه تكون خدامة للأجندات هذه، أنه غير ما يقدر يدير حتى حاجة، ديما تيبغيو يفشلوه ويبينوا أنه راه ما يدير حتى حاجة، حتى شي مبادرات ديما تيمكن الضغط ديالها، الضغط عليها باش ما ديرش هذيك ديك العملية ديال التخمر. هذوك المبادرات تيبداو يظهروا في مناطق أخرين، دابا تدير بحال شي شجرة دابا تدخل الخلق ديالها في العرش في الأول، تنبت النبتة غير واحد عاش بوحدو، ولكن من بعد تقعد تفرع حتى الافكار تبغي تحاولوا ما يضغطوا عليهم باش ما يتولدوش، باش ما يتفرعوش، حيتاش الا تفرعوا ليه ما غاديش يتحكموا فيهم. ما تنهضروا على الافكار وعلى المسائل اللي تكون تخدم في الصالح، ما تهضروش على الحوايج ديال الهدم وعلى ديال الافساد، باش نكونوا واضحين باش واحد ما يغلطنا في الكلام اللي تنقول. التشجيع العام على الرضوخ للامر الواقع وتقبل كل شيء، انا كاين شي حوايج اللي تيكون خارجين المهم على الدين ولا خارجين على الثقافة اللي تكون عايشة واحد الشعب، وتيحاولوا ديما يفرضوهم باش يدخلهم أي واحد، تيكون فيهم تسلب ديال الحريات وبزاف ديال الأمور اللي تيستعملوا فيها استراتيجية التشجيع العام على الرضوخ للأمر الواقع وتقبل كل شيء. والاستراتيجية الأخرى اللي نحاول باش نقولها لكم هي إن شاء الله إلقاء اللوم على الذات والحظ المتعثر. ان الانسان ملي تيتجمعوا ليه كاع الحوايج كاع كاملين تيولي يحس براسو انه هو ما تيسوى حتى حاجه، هو لا فوت فيه هو ماشي في الناس اللي حاكمينه، رغم انها تكون اختلافات، راه كاين الاشخاص اللي تكون تنيت فيهم لا فوت، ولكن ترجع المسؤوليه على المحاسبه على اللي تكون في رأس السلطه. حاولنا المهم باش نقولوا هذه المسائل باختصار، انه من بعد ان شاء الله غادي نروحوا للمقطع وكل استراتيجيه غنحاولوا نفسروا بوحدها ونوضحوها، وباش تكون واحد الاستفاده عامه، ونتمنى يكون ان شاء الله فيها استفاده ووعي وتنوير العقول. وكل مره ان شاء الله غادي واحد المقاله نولي نحضروا ونحاول نشرحها لكم بالدارجه ديالنا المغربيه، ويحاول الاستفاده ان شاء الله كما قلنا، ونتمنى